روى الإمام مسلم وأبو داود وغيرهما رحمهم الله عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاوية بن الحكم: كانت لي جارية ترعى غنما لي بين أحد والجوانية، وأحد معروف والجوانية موضع شمال المدينة. قال: وإني قد اطلعت عليها ذات يوم، يعني ذهبت لأرى غنمي وأتفقد حاله، فإذا الذيب بالياء، وفي رواية الذئب، قد جاء وأخذ منها شاة. قال: وإني من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، أي لطمتها لهذه الجارية عقابا لها. واعتذر الصحابي الجليل معاوية ابن الحكم في لطمه للجارية بقوله: وإني من بني آدم، أي أنه بشر، آسف كما يأسفون. ومن ندمه على تلك اللطمة قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نادم رضي الله عنه على لطمه لتلك الجارية، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نادم ومتحسر، قال: فقلت: يا رسول الله، حدث كذا وكذا، أفأعتقها؟ يعني كفارة لي ولما فعلت، أفأعتقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعها، أدعها لي. فذهب الرجل فدعاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا جارية، من القائل؟ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا غيره، لا غيره. قال: يا جارية، أين الله؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعتقها يا رجل، فإنها مؤمنة. الحديث طويل، وهذا ما سنقف عنده. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أين الله؟ وسنقف عند هذه اللفظة نسبة للهجمة الشرسة على الإسلام وعلى القرآن والسنة وعلى المسلمين عبر كثير من وسائل إعلامنا السودانية في بلادنا، هجمة شرسة وهجمة مضادة ضد الإسلام وضد القرآن وضد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام
وتضييعاً للمسلمين وعقائدهم، وأنا أستمع لأتفقد الحاصل، وليس أن يعجبني معظم ما يعرض على وسائل الإعلام، ولكنني أحياناً أشاهد وأستمع لأرى الحاصل وأبين للناس الحق من الباطل بقدر ما أستطيع وبقدر ما أعلم. أنا أستمع لإذاعة تسمى بإذاعة المساء 101 FM في كل يوم الساعة 7:30 تقريبا، يؤتى برجل سميناه بدجال الإعلام. أستمع له قبل 4 أيام يقول بالحرف الواحد: الله ما في السماء. ولو قلت الله في السماء، ربنا قال: فإذا السماء انشقت. أها، لما تنشق السماء الله بيتلب. وسجلته بصوتي وأتي به في اليوم الذي بعده بنفس الرجل، وأتي به في اليوم الذي بعده، وأتي به البارحة في نفس الإذاعة وفي نفس التوقيت وفي نفس الكلام. الله بيتلب، كررها 2 أو 3. وأنا والله أستغرب إذا كان كثير من أصحاب الأموال الذين رزقهم الله بالمال من فوق 7 سماوات قد سخروا أموالهم محاربة لله ولدين الله. أنا أستغرب من هؤلاء. الكريم ينعم عليك وأنت تحارب الله بمالك وبإذاعاتك وبقنواتك، وتأتي بهذا الساقط الفاسق المبتدع الضال الذي يشتم الله ويصف الله بالنقص. الله بيتلب ويكررها 2 أو 3 في حلقة واحدة، وبعدين بده البرنامج كامل، لا معه مذيع ولا معه زول يضايق ذاته، برنامج كامل كأنه بيفتح له الاستوديو وبيمشوا البيت، يفعل ما يشاء ويقول ما يريد وينكر صفات الله على حسب شيطانه وعلى حسب عقله. ولما نتكلم عن هذا الدجال، يأتيك بعض أصحاب المناصب، ولا أعني في مسجدنا أو لجنة مسجدنا، فإني أحسبهم من الأخيار ومن الأفاضل، ولكن من خارجنا، من خارج مسؤولينا، يقول لك: ما تتكلم في الزول ده، لو تكلمت تنزل من المنبر. هسه بنزل، وماذا أخسر إذا نزلت من المنبر إذا كان نزولي بسبب قول الحق؟ بخسر شنو يعني؟ في يد بتتقطع مني، في كراع بتنقص. ولكني والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه سأظل أدك معاقل الباطل وأهدم حصون أهل البدع والضلال ما حيت، لأنك تفتح الإعلام للمجرمين وتقفل الإعلام في أوجه أهل الحق. أنت ترضى بأن يسب الله في إعلامك أنت، ولا ترضى أن يدافع الناس عن دين الله. خبت وخسرت، وأسأل الله أن يكسرك. أنت ما ترضى يدافع عن الله،
وترضى ناس يسبوا الله تكون مبسوط؟ انت قال الدنيا دي بتدوم، أتظن أن المال سيدوم؟ قال تعالى: لتركبن طبقا عن طبق. قال المفسرون معناها أي ليتغيرن الحال من حال إلى حال، وهذه سنة الله في خلقه، من غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن حياة إلى موت. وربنا موجود سيعاقبك ويسألك ويحاسبك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إعلام مفتوح لرجل يقول الله بيتلب، لما السماء تنشق الله بيمشي وين؟ بكل بجاحة وبكل وقاحة. لا يستحي من الله ولا من عباد الله، وما زال الإعلام مفتوحا له. الذي قال إن الله بالسماء ليس أحد من البشر، بل هو الله نفسه جل جلاله، في سورة الملك قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الذي قال إنه في السماء هو الله، فمن هو هذا الذي هو أعلم من الله؟ قالوا: هذا الرجل دجال القنوات، هو رئيس رابطة علماء التصوف، هكذا مكتوب ولم أكتبه أنا، هو الذي قال هذا الكلام الباطل. رد على هذه الآية: أأمنتم من في السماء؟ قال: الذي في السماء هم الملائكة، الذي في السماء هو جبريل. قلنا له: نعم، ليست الآية أن الذي في السماء هم الملائكة، بل هو الله بدلالة باقي الآية: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. من هو الذي يفعل هذا؟ هو الله بلا خلاف. قلنا له ثانيا، الدليل الثاني: إذا كانت الملائكة أو جبريل في السماوات، وأن الآية قصدت الملائكة، وأن الملائكة في السماوات، فإن الله قال عن الملائكة الذين في السماوات: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وانتهى الأمر. والدليل الثالث، الحديث الذي نتكلم عنه: قال لها يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال العلماء والفقهاء: فمن أقر أن الله في السماء وآمن برسول الله فهذا مؤمن حقا. قال الفقهاء: والحديث دليل على جواز السؤال بأين الله، لأن الذي سأل وقال أين الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو حنيفة: من قال، من أنكر الله في السماء فقد كفر. نقله عنه الذهبي في كتاب العلو، وصححه الألباني رحمه الله. قال الإمام مالك: الله في السماء، ومعنا بعلمه لا يخلو منه شيء. اللهم صلِّ وسلِّم
وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وأما قول الدجال إذا كان الله في السماء لما تنشق السماء الله بتلب، هذا بليد، لأن لفظة أأمنتم من في السماء، لفظة في تأتي بمعنى على، وهنا في هذه الآية أأمنتم من في السماء، أم أمنتم من في السماء، في بمعنى على وليس داخل. والدليل على هذا من القرآن نفسه، وأعظم تفسير القرآن ما كان بالقرآن وبكلام الله. قال تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض. قال تعالى: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوعها وعلى ظهرها. قال تعالى: فامشوا في مناكبها، أي امشوا على أطراف الأرض، على ظهرها وليس داخلها، وليس داخلها، إلى غيرها من الآيات. فأأمنتم، قول الله تعالى أأمنتم من في السماء، أي من على السماء وليس داخل السماء، لأن السماء مخلوقة ولا يمكن للخالق أن يكون داخلها، وإنما أأمنتم من في السماء، أي من على السماء. ودليل على ذلك أيضا ما جاء في قصة الإسراء والمعراج، أين صعد النبي عليه الصلاة والسلام وأين عرج؟ إلى السماء الأولى، عرج به إلى الثانية، إلى الثالثة، إلى السابعة، والقصة معروفة. ففرض الله عليه الصلوات هناك، وما معنى المعراج؟ أي الصعود إلى أعلى، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعند الذهبي في كتاب العلو نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يقول: ألا هل بلغت؟ ثم يرفع يده إلى السماء ويقول: اللهم فاشهد، ثم ينكتها. وفي الدعاء، في الدعاء أنت ترفع يديك إلى السماء ولا تنزلها هكذا إلى الأرض، لأن الله عز وجل في السماء. أما الآيات التي يستدل بها البعض ولا يفهمها فقد فسرها السلف. سئل سفيان الثوري عن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، قال: علمه، علمه. وهذا ما ذكره الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء ومعنا بعلمه. وفي قوله معنا بعلمه كل الآيات، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد،
وغيرها من الآيات، أي بعلم الله تعالى، كما ذكر السلف والصحابة والعلماء. وإنما ألف العلماء الكتب ككتاب الذهبي العلو للعلي الغفار لإثبات أن الله عز وجل في السماء، ولأن الجهمية وهي طائفة ضالة كفر العلماء والسلف أئمتها وعلماءها، لأن الجهمية هم الذين أنكروا أن الله في السماء وغيرهم من أهل البدع، فاحتاج العلماء أن يقرروا العقيدة التي أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. وأنت رسول الله؟ قال: أنت مؤمنة؟ أعتقها يا رجل. لم يكن المسلمون يحتاجون إلى كثرة المؤلفات، لأن القرآن والسنة واضع فيها كل شيء، ولكن احتاج العلماء أن يردوا على أهل البدع، لأن أهل البدع أنكروا صفة الاستواء، قال هذا الدجال. أيضاً لو قلت ربنا مستوي على العرش، ده معناته العرش أكبر من ربنا، وده باطل وده كفر، في إذاعة المساء 101 FM أول امبارح، وأنا أسمع وأسجل له دائما، لأننا إذا تركناه ضاعت الأمة، لأنه رجل مكن له بالإعلام بفعل فاعلين أرادوا إفساد الدين، أرادوا محاربة رب العالمين. ولكن أطمن جميع المؤمنين الصادقين بقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فوالله وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. دين الله محفوظ، ولكن الدين يحتاج إلى رجال، كما روي عن عمر قال: يا له من دين عظيم لو كان له رجال يدافعون عنه ويحملون همه ويغضبون من أجله وينابحون من أجله ويقدمونه قبل أموالهم وأرزاقهم وأبنائهم وقبل كل شؤون الدنيا، لأنه دين الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام الذي قاله باطل هذا الدجال، لأن الذي قال إنه على العرش هو الله، الرحمن على العرش استوى، فأنكر هذا الدجال آية بل آيات تكررت في كتاب الله تعالى، أنكرها صراحة بقوله: لو قلت ربنا استوى على العرش، ده معناته العرش أكبر من ربنا، وده باطل وكفر. الذي قال إنه مستوي على العرش هو الله، أما قولك ده معناته العرش أكبر فأنت كذاب، لأن الله ما قال إن العرش أكبر، وإنما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، لأن الله تعالى يقول: ثم استوى على العرش، إلى غيرها من الآيات. وأنا ما زلت أعجب وأغضب لرجل ينكر القرآن وآيات صريحة قالها الله من السماوات ينكرها والناس ينظرون، بل بعض الضلال من المجرمين لا يقبلون الرد بالحق على الباطل، ولكن خابوا وخسروا والله، خابوا وخسروا والله. دليل آخر، قالت زينب بنت جحش تفتخر على زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرائرها، قالت: زوجكن أهاليكن وزوجني الله
من فوق سبع سماوات. وجاء بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ وذلك كل ليلة. والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وقوموا إلى الصلاة.